امبارح انتشر بصورة كبيرة جدا من بعد الساعة 4:30 العصر صوت زي اللي احنا سامعينه ده، بيقولوا صوت هجرة حيتان ودخلت بالغلط سلكت مسار البحر المتوسط. مما سمع الأصوات دي في دمياط وراس البر تحديدا، مرسى مطروح، ليبيا، والضبعة، وأصابت الأصوات دي هلع ناس كتيرة أوي. ربنا يسترها وما تكونش حاجة مؤلمة أو استقرارهم في البحر المتوسط. طبعا هو المفروض إن الحيتان بتعيش في المحيطات، طولها بيتراوح حوالي 30 متر ووزنها بيبقى أكتر من حوالي 100 طن. ربنا يسترها إن شاء الله وتبقى حاجة بس عابرة. Thank you.